شد إيطالي ديال كبير وجمالية في ظل الأجواء الجميلة التي ترافق هذه القمة. إذا مشاهدة الكرام سنبدأ بتشكيل كل طرف، نبدأ باتحاد طنجة يدخل بالأسماء التالية على مستوى الحراسة السيولي، بقية الأسماء عندنا سويس لعمان وعرب حسن زري رقم 7، لطيف خريف رقم 11، 15 يوبر شرفي، 17 من جاماس زكريا كيير رقم 22، فال كامي رقم 25، رقم 28 عند لطيف نصير، ورقم 31 يوسف بن علي. هذا التشكيل المدرب بدو الساكي، تشكيل حسنية تقدير، كل من هشام المجد رقم 65، 5 صلاح مصدق، 8 حسام السويسي، 11 يوسف ماري، 15 محمد شعواني، 22 جبل طشطاش، 23 جبل شمره، 25 فادي بن شوق وايوب الاخضر رقم 33 على جانب اشرف مرزا وجونيور ميلر وتشكيل ماركوس باكيتا. اذا نبدا اجواء القمه بهذه الصور الجميله، لحظه دخول على الفريقين مع رقعه ميدان في انتظار انطلاقه هذه القمه. اليوم اجواء استثنائيه في هذا الملعب الاستثنائي بحضور هذا الجمهور الاستثنائي من اجل الاتحاد، يرفعون هنا شعار الاتحاد من اجل عوده الاتحاد وتالق الاتحاد، يبدعون من اجل فريق الاتحاد وفي سبيل كيان اسمه اتحاد طنجة.